دي طريقة بسيطة وجميلة قوي ولذيذة قوي لتقديم الفاكهة بطريقة مثلجة في الصيف وفي الحر بالشكل ده. طبق مشكل من مجموعة مشكلة من الفواكه مع الجيلي مع اللبن، جميل جدا ومغذي جدا، وطريقته سهلة وبسيطة وشكلها شيك قوي في التقديم ومغرية جدا لأطفالنا ولينا ولكل ولضيوفنا كمان. أتمنى الفكرة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم، على السلامة. السلام عليكم، اهلا بيكم. طبعا الحر بقى احنا كلنا بنعاني منه، وعمالين نفكر في ايه الحاجات المثلجة، وازاي بقى كل حاجة بناكلها او نشربها نخليها باردة ونخليها ساقعة ومتلجة. فبرضو بقى عشان نفكر ازاي برضو الفاكهة ناكلها بطريقة متلجة، مشروبات بنعملها يعني برضو مثلجة. فأنا النهاردة أقدم لكم الفاكهة بطريقة كده جميلة حلوة بسيطة وسهلة وجميلة جدا ولذيذة. فأول حاجة يعني هعملها في الوصفة بتاعتي النهاردة، اللي أنا جبت باكو من الجيلي، واستحسن من الألوان الفاتحة اللي هي مثلا مانجا برتقال مشمش، وده نص كوباية من المية المغلية دوبت فيها الباكو الجيلي بتاعي. هضيف عليها كمان كوباية إلا ربع من المية المثلجة عشان إيه يبرد معايا بسرعة، وأخده أركنه بقى على جنب وأسيبه يبرد في التلاجة. جبت هنا بقى كمان في الكسرولة التانية دي ده كوبايتين من اللبن، وده حطيت فيهم 4 أو 5 معالق من السكر. لو عايزة تخفيف السكر عن كده يكون أحسن، عشان احنا مش محتاجين طاقة في الحر ده. فده لبن حليب أنا غليته وهو لسه مازال سخن، حطيت عليه السكر وبدوبه، وفي نفس الوقت أنا كنت عملت اللي هو 2 معلقة من الجيلاتين البودر، بللتهم بالمية، ولازم يتبل الجيلاتين قبل ما يستخدمه في أي حاجة. وهضيفهم هنا على اللبن الحليب بتاعنا ده اهوت بالشكل ده، وهقلبهم عشان يسيحوا جواه، واديهم غلوة كده لغاية ما يسيح خالص لان اللبن مازال لسه سخن. وابرد اللبن ده خالص وهبرد الجيلي ده خالص، يعني يكون ده بارد قوي وده كمان بارد قوي. في الفترة دي بقى انا اكون بجيب على بال ما الحاجة دي تبرد، اجهز بقى تشكيلة كده من الفواكه اللي موجودة عندك، ممكن صنف واحد ممكن صنفين ممكن 3 4، اي تشكيلة فواكه عندك جهزيها واغسليها وقطعيها قطع صغيرة، وبعد ما نجهزها ونقطعها كده مع بعض هقول لكم هنعمل ايه. وبعد ما خلصنا الجيلي بتاعنا وبارد اهو بارد لكن لسه ما جمدش، وكمان جهزنا كوكتيل الفاكهة بتاعنا، عملنا مثلا خوخ على عنب على موز، واخر حاجة نقطعها الموز عشان ما يسودش مننا. انا جبت قالب سيليكون زي ده وحطيته عشان يعني يبقى المنظر حلو قوي لما التشكيلة بتاعت الفورمة بتاعت السيليكون بتبان، وكمان ده قالب سيليكون برضو وليه فورمة كده حلوة. كان ممكن نحطها في القالب بتاع الكيك، ممكن نصبها ويدينا منظر حلو، ممكن نضيف في بولات زي دي كده برضه ونوزعها حسب ما المتاح عندك واعمل ايه. فكمية الفاكهة اللي انت هتحطيها او نوعيتها ده بيرجع لايه المتاح عندك وكده. فانا دلوقتي كان عندي اللي هو الخليط اللي هو اللبن مع السكر مع المعلقتين الجيلاتين، بعد ما غيرهم هما لسه طبعا ما بردوش او يعني، هضيف عليهم بقى الخليط بتاع الجيلي الجيلي بتاعنا البارد ده اهوت، حط ده على ده كده واقلبه كويس. وبعد كده بقى المحلول بتاعنا ده او الخليط ده هضيفه على الكوكتيل بتاع الفواكه بتاعتنا دي، ونسقعها ونجمدها في التلاجة، ولما نقدمها وتجمد بنقلب القالب ده على سيرفيس كده بيبقى شكله حلو، هنشوفه ان شاء الله. وكمان القوالب دي او القوالب التانية، وطبعا في كمية تانية بس عايزة اشوف لها تشكيلة كده حلوة، لكن انا دلوقتي هضيف بقى شوية من هنا من المحلول ده كده على الفواكه بتاعتنا دي التشكيلة دي كده، وبدأ يتخن ويتقل اهوت، بس اغطسها كده عشان ما تبقاش باينة وتسود. وارجع بقى اعمل كمان العيون دي اللي هي السيليكون دي كده، املاها بس عايزة املاها كده عشان ما تبوظش الدنيا بالمعلقة
بعد كده ناخدهم بقى ايه، اجمدهم في التلاجة. بعد ما اجمدهم ونشوف شكلهم الحلو هوريكم ايه اللي هيحصل في الشكل والتقديم بيبقى ازاي. ودي الكمية اللي انا عملتها، من نص كيلو موز ونص كيلو خوخ ونص كيلو من العنب. لكن لما نجيب الخوخ، نجيب الخوخ اللي هو الخوخ بتاع سينا، اللي هو الفرك الجامد اللي هو مبيبقاش لازق في النوايا ده، وبيبقى الحباية بتاعته يعني لما نيجي نقطعها قطع ما بتبقاش مهرية وتنزل عصير. فده حلو مناسب عشان للطريقة دي، وكمان العنبة تكون ماسكة نفسها، والموز يعني بنحطه، كل الحاجات تكون الفواكه متماسكة كده عشان لما نصب عليها الخليط بتاعنا ما تبقاش ايه يعني تتهرف بعضها كده وتبقى يعني عاملة زي السلطة كده. لكن كده بتبقى كل حاجة يعني واضحة بشكلها الحلو، وكمان بتبقى يعني منظرها حلو في الطبق. فانا دلوقتي صبيت الحاجة كلها اهوت، واخدهم بقى عملت مثلا بولات زي دي كده، والقلب الكبير ده، وطبعا هنشوفه لما يتجمد، وقلب السيليكون التاني ده في العيون الصغيرة، لان الاطفال بتحب الايه حاجات التشكيلات دي. فانا هاخد بقى الحاجة دي كلها هجمدها في التلاجة، وبعد ما تجمد ايه هنيجي نشوف هنقلبها ازاي ونقدمها ازاي. وطبعا دي حاجة مثلجة حلوة مغذية جدا، فيها اللبن وفيها الفواكه وفيها الحاجات الحلوة دي كلها، ويعني طبق مفيد جدا جدا في الصيف في الشتاء في اي وقت، لكن هو بقى افيد لنا في الصيف عشان هي هناكله بطريقة مثلجة. فانا لينا ولضيوفنا ولولادنا وكل حد، فانا هدخله جوه التلاجة يجمد ونطلعه ونشوف شكله النهائي ان شاء الله. وده شكل قالب الفاكهة بتاعنا بعد ما جمدناه في التلاجة. ده القالب السيليكون الكبير، ودي القوالب الصغيرة اللي كانت في قالب السيليكون الصغير. يعني ده القالب الكبير اهوت اللي احنا حطيناه وفرغناه في الطبق العائلي ده، اهوت طلع بنفس الفورمة بتاعت القالب السيليكون، شكلها جميل قوي. والطعم بقى ما شاء الله جميل جميل جدا قوي. يعني اتمنى تجربوا الفكره ديت وتعملوها، وحاجه مثلجه يعني الفاكهه متلجه وطبق مغذي جدا، في لبن وفي فواكه مختلفه كلها طبعا فيتامينات والكلام ده، وطبعا الجيلي مفيد جدا لان الجيلاتين حلو قوي للمفاصل والبشره والشعر والحاجات دي. فيعني الطبق ما شاء الله يعني قيمه غذائيه متكامله. ودي الاطباق الصغيره اللي كانت في قالب السيليكون ده الصغير ده، خدت نفس الشكل بتاع قالب السيليكون. انا اتمنى لو الفكره عجبتكم ما تخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه، واتمنى تجربوها هتعجبكم جدا وهتعجب اطفالكم، وبتدي كميه كبيره وتبقى حلوه كمان حتى لو قدمناها لضيوفنا. شكلها حلو، شكلها جميل وطعمها ألذ بكتير جدا. تحياتي ليكم، عزازتي.